جداً. السؤال السادس تقريباً: يؤثر علي رأي الأغلب يا محمد سراج؟ أختلف؟ محمد سراج يحط أختلف؟ أجين يؤثر الحين رافع تقول أجين؟ أبغى عشان تجلسه. ها يؤثر علي رأي الأغلب، يعني إذا أغلب اللي عندي قالوا الشيء ذا زين فبيصير زين عندي. محمد سراج تقول أختلف وأنت ولا ما ترفع لين تلفت تشوف العالم وش تحط؟ لا لا بس السؤال ذاك لأني ما كنت بجاوب، بس الحين هذا الصدق أختلف. أنا تختلف من أي ناحية؟ إني أنا قراري النفسي أول شيء. ما يأثر عليك رأي الأغلب؟ أبداً ولا يأثر على شيء. والله اللي شفناه أشوف إنه عكس الشيء ذا. وش شفت؟ شفت إنك أول التلفات تشوف الربع وش رافعين؟ يلا لا أنا قلت لك إن السؤال ما بجاوب عليه. السؤال الأول ما كنت بجاوب عليه. بعدين رفعت مو بعشان الكنترول. كنترول يقول ليش أخذت الورقة من ضاري؟ لا سأل سؤال ويسولف مع محمد ناصر ولا رفع، ومحمد ناصر كان رافع الورقة. أبد معذور معذور يا حبيبي. زين تتفق يا نعم يمكن اول شيء ابو من ابو سعد ونعم ابو سعد مالك زو تتفق الراي الاغلب ياثر عليك؟ اتفق بحال اني كنت على غوة. يرحمك كيف على غوة؟ يعني على خطا يمكنني ضارب واد ما في حد يعدلون اللي حولي. يا اخي بشرح لك اياها بشكل كويس. لا والله شقره ما موجود الحين. ذي زينه هذه زين زينه نعم. لو كلنا قلنا لا بالله شينة، بتصير شينة بعينك ولا زينة مثل ما هي؟ لا بس أنا أتكلم من ناحية إيش؟ أنا إحنا سؤالنا على الناحية ذي. ما يتفرع عن واحد ثاني؟ لا ما له عين واحد. تختلف؟ أختلف. إذا الناحية يعني أثر عليك. إذا الناحية هذه يختلف. يعني لكن إذا كعامية. أنا ملاحظ أنا فهم مستمتع مستمتع. خلني أبو ناصر مستمتع. أنا أقول إذا أنا على خطأ. أنت عدلت أصلاً أنت خطأ. أبو سعد. خليني بعلمك الحين اذا العالم كلها قالوا شينه تصير شينه بعينك؟ لا. طيب يعني اتفق خليك على ليه تغير؟ كيف انا الحين من الناس اللي اذا شفت لي مثلا كوفي العالم هبتن فيه وذكته ما جاز لي، حتى لو انه ما جاز لي ما علي بيجوز لي لان العالم حابته وانا انسان احب الهبه احب الموضوع اللي العالم هبتن فيه بهب مع الناس فيه. لا يعني باني امعه أو مثل ما قال محمد إسراج مع الخلية شقرة. يا شباب بالخير يا الربع. باقي أنتوا ترى ما قلتوا المعذرة، ما سولفتوا عشان تقولوا المعذرة، خلاص كل النسخة قالوا المعذرة. يا عز الله أنكم كويسين. أنا بعد كويس يا عزيز ما سويت. إيه إيه أنت كويس بس عندك مشكلة. وش؟ يا أخي تعطينا رأيك على طول بدون ما ترفع يدك بدون ما أقول أبو نصر. أنا أقول بنروح للسؤال السابع او الثامن.